هيدا الجزء الثاني الفيديو اللي عم بعملكن اياه. اهم شيء انكن تسمعوا نديم قطيش هذا الاستاذ الكبير الوطني الكبير في هالمنطقة اللي اسمها الشرق الاوسط. انكن تسمعوا على هالفيديو اللي عمله اليوم ب 24 ايار 2021، حطيته على الفيسبوك. اسمعوا، حطيت قبل فيديو اليوم كمان ب 24، وهلا عن كفيلكن على التاني حتى تسمعوا. اهم شي تسمعوا. شكري الكواتلي، مين هو الرئيس شكري الكواتلي ومين هو حافظ الاسد؟ ارجوكم انكن تسمعوا وبعدين خدوا قرار البطكنية. بتحبوا تخونوا أو طونكن خونوها، وبتحبوا تحبوا أو طونكن حبوا أو طونكن. تفضلوا إذا بتريدوا. تفضل أستاذ خبرني، خليهن يسمعوا كل نشوفين. هذه حركة النقابات مهمة جدا، سنتناولها في بشكل مهم. People ask me every day, what do I do to look the way that I do? When I tell them, دخيلك ولذلك يعني بقول أنا مع مضرب مثل، يعني مو بالضرورة نمشي بطريق العنف إذا كان في عنا طرق أخرى يعني. صحيح. وهذا ممكن كان. صحيح. حديث طويل هذا. أستاذ هيثم، على ذكر تلك المرحلة كنت المحامي المكلف بتصفيه تركة الرئيس شكري الكواتلي. من كلفك بتصفيه تركة الرئيس الكواتلي؟ هل هي عائلته أم هي جهات حكومية؟ ثم من خلال متابعتك، ماذا كانت تركة الرئيس كواتلي؟ هل كان غنيا؟ ماذا كان يملك من ثروات؟ ما قصد تكليفك بتصفيه تركة الرئيس شكري الكواتلي؟ أنا كلفت من المحكمة، مش مكلف مش من أسرة شكري الكواتلي. لما كلفت من المحكمة كان بتعرف شكري الكواتلي مر بمرحلتين من الثراء. المرحلة الأولى أملاكه الخاصة صرفها أثناء العمل ضد فرنسا، العمل الوطني. توفي أخوه غير متزوج، ورثه شكري الكواتلي. أخوه عنده عقارات كثيرة وأملاك، وخاصة في الغوطة الشرقية، ورثه شكري الكواتلي. شكري الكواتلي أثناء رئاسته رئاسة الجمهورية لم يكن يتقاضى راتبا، يعيش على حسابه الخاص. يعني لما قريب وفاته مرض في لبنان في المستشفى، بعث له الملك فيصل أبوه لأسامة بن لادن، محمد بن لادن فيصل بن عبد العزيز، وقال له بيسلم عليك الملك، بده يسدد، تعطينا إذن نسدد عنك ديونك. كان عليه دين شكري الكواتلي. الملك السعودي فيصل نعم بن عبد العزيز قرر أن يوفي ديون الرئيس شكري الكواتلي. نعم صحيح. وبعد محمد بن لادن بعث له إلى بيروت، كان في المستشفى الله يرحمه. رفض شكري الكواتلي، رفض العرض، وكان يملك فقط 3 عقارات. العقار الواحد وين الجسر ما يسمى فيكتوريا، جسر يطلع معلق، كان هنا في عقار قديم في فندق وحلاق ومخزن الهندي تحت، يعني عقار قديم هدم بالجسر بالبناء استملك. وعنده كان المطعم الأموي بالسنجقتار، وعنده 3/4 قطعة أرض مطلة على حديقة الجاحظ. هي أنا بعتها، يعني بعتها لتاجر بناء وتعمرت بنائه. كان يملك 3/4 القطعة الأرض شكري الكواتلي، والربع تملكه المحافظة. محافظة باعت وأنا بعت، أنا لتاجر بناء. وثمن العقارات 3 راحت محجوزة، كانت للمصرف التجاري السوري، ودفعت للمصرف التجاري السوري. فحين وفاة شكري وقوتي لم يكن يملك لا قرشا ولا عقارا ولا يملك شيء هذا الرجل، الله يرحمه، الله يرحمه. نعم. نسيه، قمة النزاهة، نظيف،
يصرف من جيبه. كان عنده سيارة خاصة قديمة طبعا. لاحظت أن عينيك أدمعت هنا ذكر الرئيس شكري القوات لي. هل لهذا الرئيس مكانة خاصة عندك أم لأنه كان طيب السمعة وشريفا وصادقا، أم أنك تتحسر على ما وصلت إليه سوريا؟ لا والله أنا يا أخي أنا أحبه لشكر القوات لي، أنا أحبه لأنه أعرف كيف يتعامل مع الناس، كان عطوف حنون، كان يحب الناس لا يكره أحد. مع الأسف اليساريين في سوريا هم الذين دمروا هذه الحياة الجميلة في سوريا مع الأسف الشديد. تقصد حزب البعث باليساري؟ أنا في يوم من الأيام كنت طالب جامعة وأنا رايح على الجامع جامع لالا باشا في شارع بغداد، صلي بنطلون وقميص، دخلت الجامع وإذ شكري فوق قوتي دخل يصلي، مين معه؟ وضع أشخاص أنفار من القصر، منهم عبد الكريم العائدي إذا تعرفوا بسمع فيه، أطول واحد بسوريا كان قريب المترين تقريبا، طويل كثير. خلصت الصلاة استلمت المنبر أنا، هو كان شكري وقتي فبده يمشي، لما شافني صرت فوق رجع قعد. هذا معطيك صورة يعني، أنا لو كنت أعمل هذا الشيء يا محافظ أسد كان أتهلوني يعني، تبعوني قال صحيح، جلس حتى يسمع الكلام تبعي حقيقة. صحيح أنا طالب جامعة رئيس الجمهورية العربية السورية هو نعم. حاشي هذا العائلي صرف كلام قال لك 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 مين إشانا هذا عطل موكب الرئيس، عاد عاد يسمع يا أخي يا أخي بدي أحكي لك، أنا كاتب أشياء كثيرة عن شكل قوتي بمذكراتي إن شاء الله يعني يقرأوها. أي عفوا أيضا لدينا فاصل قصير على الحديث ممتع عن تلك المرحلة، لدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال إن شاء الله. أستاذ هيثم، في عام 1966 تم تسريحك من جهاز القضاء بموجب قانون خاص، لماذا تم تسريحك؟ هل للسلطات العسكرية والسياسية المنبثقة عن حركة 23 شباط دورا في ذلك؟ لماذا سرحوك من الجهاز القضائي وعدت للعمل كمحامي فقط؟ أنا في الحقيقة بال 65 وقت أحداث جامع الأموية والنشاط اللي اشتغلت عليه في القضاء والتوقف عن العمل، كان وزير العدل في كل جلسة مجلس وزراء يتكلم عني إنه هذا هيثم المالح خرب القضاء وخرب علينا وكذا وعمل وترك. وكان في أحد الوزراء اسمه الدكتور عادل طربين وزير زراعة متزوج بنت عمي، فكان يرسل لي أخبار مجلس الوزراء مع أخت كان عميلا لك داخل مجلس الوزراء، كان داخل مجلس الوزراء، فيرسل لي كل ما يجري في مجلس الوزراء عني إلى البيت بنت حماية أخت زوجته، هو يخاف يجي لعندي. أنا كان الناس كتير تخاف تجي لعندي يعني، أنا مقتحم يعني مقتحم الصعاب. المهم فقال لي في الأخير، قال لي يا هيثم يعني انتبه، الجماعة محمرة عينهم عليك، بدهم يبطشوا فيك، دبر حالك يعني. وأنا الحقيقة جاءتني سفرة ليبيا على غير لماذا يعني على فصلوك من جهاز القضاء وتم تسريحك على خلفية الموقف من أحداث المسجد الأموي، بس هذا السبب، هذا السبب، السبب العملي من خلال عام 1965 أحداث جامع الأموي. لكن لم يتم فصلك في ذلك الوقت أو نتيجة ذلك القرار لوحدك، تم فصل قضاة آخرين. أنا من وضع اسمي في القائمة يوسف زعين رئيس مجلس الوزراء، قال له لوزير العدل، قال له وينه هذا هيثم مالح ما حطيت اسمه، هذا خرب الدنيا علينا، حط اسمه، حط اسمي آخر القائمة يعني، أنا بتشوف اسمي هيثم مالح آخر قائمة المسرحين. كان عبد القادر الأسود رئيس محكمة النقد، رئيس أكبر جهاز قضائي أيام الوحدة بين سوريا ومصر، كان رئيس محكمة النقد السورية المصرية. كان علي الطنطاوي من مسرحين، عدنان مردم أحد كبار الأدباء الشعراء القضاة يعني، كبار القضاة كانوا يعني، كان الضباط أو السلطات السياسية في ذلك الوقت تنظف الجهاز القضائي طبعاً من المعارضين لها أو من لديهم مواقف. نعم نعم، هدول
هذول بالجريدة جريدة البعث عملوا وقتها قرأ مقال على التسريحات انه هذول كانوا غير منسجمين مع مبادئ حزب البعث هيك قالوا. فعبد القادر الأسود هذول كلهم بسموهم يمينيين او بسموهم رجعيين او بسموهم كلهم يتسرحوا هيك، انما كان خيرة القضاة يعني 24 قاضي انا واحد منهم يعني. نعم. فانتهينا الامر يعني صرحت وانا في ليبيا كنت قاضي، وانا قلت لهم لوزاره العدل اذا انتم انا تسرحت في سوريا اذا بتحبوا تتحللوا من العقد ما عندي مشكله بحلكم بدون ما رتب عليكم اي التزام. ذكرت ليبيا يعني انت سمعت بالقرار كنت في ليبيا، لماذا سافرت الى ليبيا؟ ماذا فعلت هناك؟ ما قصه ليبيا؟ انا قصه ليبيا انا كنت جيت بالعطله القضائيه بعد العطله القضائيه عمارس عملي، فأحد المحامين كان متعاقد مع وكيل وزارة العدل اسمه رمضان تربح، جاء إلى دمشق مشان تعاقد مع بعض القضاة والمحامين يعملوا في القضاء الليبي، ما عندهم كان بليبيا قضاء يعني. فسأل عني، أنا كان اسمي مطروح يعني، فما وجدني رمضان تربح وترك البلد وراح لبيروت. أنا جيت على المحكمة، كان في عطلة قضائية بعد العطلة، جيت على المحكمة وأحد الأصدقاء قال لي والله عم يسأل عنك، كان وكيل وزارة العدل. Top doctor reveals how a 71-year-old bald man got his healthy, thick hair growing back in record time after he started doing this simple morning habit. بيعرفه فلان سمى لي محامي، خلصت محاكمة اتصلت فيه بالتليفون قال لي والله سافر لبيروت. كان يوم سبت، يوم الأحد سويت محاكماتي ونزلت مباشرة لكراج العالمين بالمرجع، ركبت ورحت على بيروت، وصلت على بيروت الساعة 2 بعد الظهر. بعد الظهر شو بدك تلاقي حدا أحد يوم الأحد عطلة بيروت. أنا رحت لعند صديقي اللي يعني بتحكوا عن الأخوان المسلمين زهير شاويش الله يرحمه، مقيم كان في بيروت، دقيت الباب طلعت لي زوجته قالت والله مو هون، ابو بكر اسمه ابو بكر مو هون، قلت له خديلي طريق ادخل على الصالون، دخلت على الصالون استنيته اجا قال بنتغدى بعدين بنحكي، تغدينا وشربنا شاي اخضر والى اخره، بعدين قال شو في عندك؟ قلت له عندي كذا كذا كذا، قال لي هلا شو بدك تلاقي الناس؟ يعني اخذ التليفون حكى مع السفاره الليبيه، طلع فيها شخص قال له والله استاذ رمضان موجود في فندق لورد. قال لي جماعة الأرض صحابي هدول، فتح لهم التليفون قال والله نازل عندنا بس هلا مو موجود، مرتين ثلاثة بعدين قال لي أحسن شيء تروح تنزل بالأوتيل تشوفوا مواجهك حتى يعني تنجز عملك معه. وفعلا رحنا يعني نحن واقفين، إجا الرجل طلعنا لعنده على غرفة حكينا كم كلمة، طالع صورتين العقد عباهن وقع نسخة أعطاني إياها وقطع نسخة أعطاني إياها تحت التعاقد. قال لي شو اللي حتساوي؟ قلت له رجعني على الكراج، رحت على الكراج على مين رجعت. إذا هذه هي قصة ليبيا، هذه قصة ليبيا. فأنا على غير موعد مني وعلى غير رغبة ولم أفكر فيها بحياتي، لكن الله بعتها يعني مش بيدي. نعم نعم. عدت من ليبيا وعدت لممارسة مهنة المحاماة كمحامي عادي. بعد سنوات وصل حافظ الأسد إلى السلطة. وفي عام 1973 أي بعد نحو عامين من وصول حافظ الأسد إلى السلطة تم سن دستور أو تشريع دستور جديد للبلاد. نعم. برأيك ما أهم المتغيرات كحقوقي وكناشط في قضايا حقوق الإنسان، ما أبرز التغييرات والتعديلات التي حصلت في دستور 1973؟ ما أهمية هذه التعديلات؟ البعض يعتقد أن هذا الدستور دستور 1973 هو من أسس لمرحلة الحكم الاستبدادي فيما بعد، المرحلة التي نعيش أثارها حتى اليوم. البداية كانت من عام 1973 من دستور 1973. يعني أولا أنا بدي أقول وقلته سابقا بأكثر مناسبة، سوريا لا تحكم لا بدستور ولا بقانون، تحكم بالأوامر والبلاغات والتعليمات. وأنا هذا قلته حكيته في مواجهتهم يعني، أنا مش خبيته يعني، مش حكيته فقط في الإعلام، لا أنا حكيته في مواجهة مسؤولين من المرتبة الأولى والثانية في الدولة يعني. هكذا تدار الدولة في كل الأنظمة العسكرية، النظام العسكري لا يؤمن بالقوانين ولا بالحرية ولا بشيء، يؤمن بالأوامر والبلاغات، هذا النظام العسكري.
فحافظ الأسد أخي أنا بدي أقول لك شيء، يعني حافظ الأسد شخص مهيئ من السابق، ليس بعد الانقلاب، من السابق. وعندما كان ملازم أول كان عنده حراسة على باب بيته، وهو ملازم أول. هل هناك مصدر لهذه المعلومة؟ نعم. أنه كيف يوضع على بيت ملازم، مجرد ملازم، حراسة؟ يعني هذا لم يكن موجودا في الجيش السوري. كان يسكن قريب صيدلية أعرف صاحبها، أنا مرض وأرسل له الصيدلي محضر مشان يأخذ له إبرة حقن الدواء، منعه يدخل، فرجع المحضر عن الصيدلي حكى معه بالتليفون حتى سمحوا له يدخل. هذه شيء مش واحدة. الوحدة الثانية لما أعيد للجيش بعد 63، زياد الحريري، انقلاب زياد الحريري، صحيح. هو اللي رجعه للجيش، كان مصرح تعرف يعني. صحيح. فلما رجع للجيش سلموه آمر قاعدة الضمير برتبة مقدم، وكان معه في القاعدة صديقي اللي كنت أنا وياه صديق العمر من المدرسة، أمين القدسي. حافظ أسد يقول لأمين القدسي في القاعدة، قال له شوف نحن بدنا نحكم، لاحظ نحن مش أنا، نحن بدنا نحكم. وبصر معي، أشر بإصبعته على البوط اللي لابسه، قال له بصر معي بدنا نحكم. Top doctor reveals how a 71-year-old bald man got his healthy thick hair growing back in record time after he started doing this. بصر معي وبعد ما في انقلابات. صحيح. ماذا يقصد بنحن؟ برأيك؟ نحن الطائفة هيك رأي، يعني هو ما حزب، هو حافظ أسد ما حزب. يعني منذ وقت مبكر كان حافظ أسد طائفي. طائفي حافظ أسد بالمطلق طائفي، يعني هو والضباط الآخرين يعني بتحكي، بس هو صفى خصومه طبيعة الحال، ورجل السلطة الكرسي يفسد بين الأخ وأخوه، يعني هذا شيء معروف تاريخيا مش بس عندنا في العالم بصير يعني. بس هو على كل الأحوال هو مبرمج، حافظ أسد مبرمج للحكم ومدعوم، يعني طائفيا مدعوم، مدعوم من فرنسا، مدعوم. الآن شفنا بطرك الروسي شو حكى يعني فيما يتعلق بالحكم الطائفي. في قناعتي الموضوع ليس آنيا، ليس إيسا بتريد. طيب فرنسا مين عم تخدم؟ لك يا عمي الله يخليك، المعلم عينه والمعلم جيبه والمعلم برمجه والمعلم حطه، وخلصنا بقى نكذب على بعضنا، قوموا ولا عرب وفوتوا مثل ما بقلكن يا عرب، لا تغلطوا أبدين، خلص خلصوا أوطانكم، فوتوا وقعوا بكل شيء. ناطرين حماس؟ مين ناطرين؟ نصر الله؟ ميشيل عون؟ قوموا وقعوا بسرعة وقولوا خلصنا بأمركم. عودة لسؤال دستور 73، يعني تعتقد أن التعديلات التي حصلت الدستور 73 مفصل تفصيل على مقاس حافظ أسد؟ صحيح الحكي. مع ذلك هذا الدستور لو عمل به، قلت له أهلا وسهلا، أنا شخصيا قلت الكلام. ما هي أهم التعديلات؟ أنا مرحب بقانون الطوارئ، ما عندي مشكلة فيه بالقانون، إذا نفذ القانون الطوارئ ما عندي مشكلة فيه. صحيح. لكن أنا عندي مشكلة أنه ما يكون في قانون، لأنه سعد إذا ما كان في قانون المواطن ما بيعرف كيف يتصرف، وين بيبدأ وين ينتهي. البلد التي فيها قانون هي البلد اللي يحترم. أستاذ هيثم، ماذا غير حافظ الأسد في دستور 73 مقارنة بالدستور السابق؟ بمعنى هل هناك تعديلات بارزة لفتت النظر؟ لماذا هذا التعديل الدستوري؟ جمع الصلاحيات كلها بيده، هذه الفكرة الأساسية. يعني في مؤسسة تشريعية، لكن مآل السلطة التشريعية بيده. يعني مثلا أنا زرت نصرة ملا حيدر صديقي، كان رئيس محكمة الدستورية سنة 98 آخر زيارة بعد توفي الله يرحمه، قال لي يا هيثم أنا ما عندي مشاريع قدمها، قال لي أدعى كتير لمؤتمرات ما بروح لأنه ما عندي شيء. المحكمة عبارة عن بس اسم على الباب محكمة الدستورية، قال لي بس نحن ما عندنا صلاحيات. هذاك الوقت الدورة الانتخابية اللي أبطلنا، قدمنا تقرير 120 ببطلان انتخاب 120 عضو في مجلس الشعب، صحيحة مشهورة إنه انتخاباتهم مو صحيحة، اللي ثبتهم حافظ أسد طبعا. ولذلك
كل قانون يصدر عن هيك برلمان أو هيك مجلس تشريعي باطل. هيك ركبها كمان حسن نصر الله وعمل قانون وجاب من كلن قال نفوتوا عملوا نواب وعملوا خدم عنده. نفس الشيء قوموا يا عرب وقعوا بسرعة ومشوا تحت الأمبريلا الإسرائيلية اسمعوني يا عرب ليه تغلطوا ما بتصدوني انتوا حرين انتوا الكن رأي أحسن مني. وقعوا السلام بدون ما تشوفوه شو بتخيط دولة إسرائيل من لبسوا كلنا وقوموا نخلص أوطاننا اسمعوا مني بأمركم كفى لأنه هذا ما يمثل الشعب. إذن يعني منذ ذلك الوقت وعلى بسبب دستور 73 احتكر حافظ الأسد كل السلطات بيده هو رئيس الهيئة الحاكم المطلق والبرلمان هو بيصدر مراسيم وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ سوريا منذ الاستقلال. طبعا يعني الدستور كرس الأجهزة كل الصلاحيات بقبضه وبالتالي هو فرض كل شيء بس هو مو سائل حقيقة عن الدستور يا سيدي. في ذلك الوقت هل صدر صوت أو صدرت أصوات معارضة لهذه التعديلات طبعاً الدستورية؟ طبعاً. هل مثلا أنت هل عبرت عن موقف آخرون تحدثوا عارضوا التغييرات الدستورية؟ تحدثنا وعارضنا وفي مين اعتقل مشان الدستور. القاضي الشرعي الأول بدمشق محمد الشماع اعتقل مشان حكي عن الدستور خطب كلام الجامع. في ناس حكوا وفي ناس اعتقلوا يعني بس من حيث المآل هن سلطة عسكرية ما يعني ما بيهتموا بهذا الشيء من حيث المبدأ. يا أخي بدي لك شيء يعني منذ وقوع انقلاب آذار 63 بدأت الاحتجاجات على السلطة لم تتوقف في سوريا يعني بدءا من أحداث تموز 63 أحداث حماة 64 أحداث دمشق 65 78 ما سدت البلد. دائما في مظاهرات واحتجاجات وكلام وهن مسالين عن شيء لأنه هن خارجيا مدعومين. يعني أنت لما بتشوف أنه هذا النظام بالجرائم اللي ارتكبها والمشاعات اللي ارتكبها بالثمانينات بعدين يعتم عليه من فتح ملف عليه لك ملف واحد من فتح واضحة مثل الشمس يا جماعة قوموا تنوقع مع دولة إسرائيل ونقعد تحت الأمبريلا تبعه ما بدكن أنتوا حرين نعودين برا ولحنا نموت برا وخلص ومنموت ما فيها شيء ولبس لبقى الضيعة بيت عبد العزيز بيت قال تاني قال نهيين اللي تغلطوا قوموا وقعوا كل كنتين وقع الفرقة معنا إذا حماس بدها تحكم أو ما تحكم شو قلنا دخل نحن بأمركم بعدين تضخ له مليارات مليارات الدول الخليج ضخت له مليارات مليارات عطيو دول الطوق سرق أستاذ هيثم لدينا الكثير سرق لبنان سرق لبنان بمليارات الدولارات ولك مليارات شمال الشعب اللبناني وأخذها بأمركم كفى. الأسئلة حول تلك المرحلة لكن وقت الحلقة مع كل أسف قد انتهى بأمركم خلاص انتهى انتهى وليه بقى تردوا سرقوا مال الشعب اللبناني وفرقوا وأشو فقروا ولك ما خلوا شي ما عملوه بلبنان وليه بقى تردوا ما بكن تسمعوا مني انتو حرين هذا كل هالشي اللي عم تسمعوه وبكن تقولوا لي ما بنعرف ايه ليه تعرفوا بعتذر منكم وأهلا وسهلا فيكم بدنا نضل نسمع كلمة شيء اللي بيكون فيه الخير أهلا وسهلا وبخاطركم شكرا.